انا عايزه حد من اللي حضر الفرح يبعت لنا صور للعروسه وهي بترقص اليوم ده، علشان نقدر احنا كمجتمع مصري كبير يشوف الموضوع ده. احنا معانا يا سهير الكوافيره. السؤال الاساسي ليكي مها، اسمها مها، مها الخولي، احنا عايزين نعرف السبب سريعا يا مها. ايه السبب اللي خلى العروسه دي تطلع من عندك جوزها يضربها ان لم يكن هو دخل اصلا ضربها عندك؟ اولا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ بصي، هو لحد دلوقتي انا نفسي اللي كنت موجوده مع العروسه طول اليوم، انا لحد دلوقتي ايه السبب اللي يخلي اي حد يعمل في حد كده اصلا؟ ايوه، انت شفتي ايه يعني؟ انت احكي لنا السيناريو حصل ازاي. هو السيناريو الطبيعي اللي حصل طول اليوم ان العروسه متوتره، كانت اعصابها مشدوده شويه، شدت بسبب كذا حاجه، كانت متسرعه شويه، عصبيه زياده. بس انا بالنسبه لي اتعاملت ان ده عادي العرايس العروسه بالظبط كده، يعني كل حد بيبقى متوتر بنسبه يعني غير التاني، فحاولت ان انا هديها اتعامل معاها بالراحه لحد ما هو دخل. لحد هنا هي كانت تمام، وحتى قالوا انه بسبب التاخير وبسبب حاجات، انا ما كانش في اي سبب يستدعي، حتى ما كانش في تاخير. ايه اللي حصل لما هو دخل؟ عشان سريع، عشان احنا عندنا. هل انت شفت خناقه اختها اخته معاها يعني خناقه اخته معاها هو اللي خلاها فعلا يضربها؟ يعني ده السبب الحقيقي؟ هي الحاجه الوحيده اللي حصلت قدامي فيها مشاده ان هي وهي بتعمل طرحتها كانت بتتكلم في التليفون مع حد، انا مش عارفه مين الحد ده، وقالت بصوت عالي انه اديني حد ما بيزعقش اكلمه. ده اللي اتقال بالظبط، انا سمعتها بودني، بس اكتر من كده ما حصلش اي حاجه. انا خلصت العروسه، خلصت. هو دخل سريعا، دخل ايه اول حاجه عملها؟ دخل عمل ايه؟ بصي، هو في اللحظه اللي هو دخل ياخدها انا بنفسي ما كنتش موجوده، بس بشهاده البنات اللي كانوا موجودين ساعتها ان هو دخل على طول مستعجل، فقالوا له يا فندم معلش ممنوع، هتستنى بس شويه بره. مهم، جابها اخدها من مكانها، اخدها وبعدين وبعدين يعني مجرد ما طلعوا من المكان بدا بقى صوت الزعيق والصويت وكده لحد ما البنات شافوها تحت بالمنظر اللي في الفيديوهات ده. بشكرك، ميرسي جدا. كل المجتمع المصري اللي بيتفرج علينا ده يرضي ربنا. النهارده البنت دي رجعت، مش عايز تعمل مشاكل، ممكن تكون بتحب جوزها، مش عايزه يتقال عليها مطلقه، ولكن اتكسر خاطرها واتهانت وحقها راح ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. اسمحوا لي يا سهير، احنا عشان حق الرد عندنا الفيديو اللي اتعمل لاهل العريس، فيديو الصلح. ممكن نتفرج عليه ونشوف. تعبير ولا الكلام الناس اللي كانوا بيقولوا له في اصابات اخويا. بقول لك عايشين قصه حب بقالهم اكتر من 13 سنه. انت اخويا، انا مربي الاثنين، انا مربي الاثنين. يعني ما فيش ناس كبيره ما ينفعش ان ولدي يمد ايد على بنت اخوي في الشارع. يعني انتوا ولاد عم ومفيش اي حد؟ لا لا، ولاد عم ودم واحد والعصب واحد. هم الكلام اللي قاعد يطلع والعروسه مصابه والعريس في الاسم والكلام اللي قاعدين. حديث كذاب، حديث كذاب. بس انت اسمع ليا، عشان اسمع ليا بلاش. يا باشا اسمع ليا، اسمع ليا، ما تسمعش. وبعدين اللي فاكر في حاجه يجي ياكل حمامه بيه. اتفضلوا معانا. لا تعليق كده. كاننا بالرفاء والهيموكلور بالرفاء وكسرت الروح.